متى صممت أول آلة كتابة باللغة العربية؟ بدك السنة ولا بدي السنة؟ بالثمانينات 1800 ايه 1800 يا اخي هات لي اسئله هيك تفتح النفس مش اسئله ما بقى والله هاي ما تفتح النفس شو طبخين اليوم ايوه هيك مقلوبه ايش زي هيك 1925 1938 يا بيي لا آلي كاتبه لغه شو الآلة الكاتبه متى صممت باللغه العربيه اول واحده كمان ما بدي صراحه ما عندي علم جن سبا ايه جن سبا متى صممت؟ ما بعرف ايش هي الحكمة اللي قلت لي اياها؟ جون سبا يعني معناتها ما بعرف بأي لغة أنا لغة فرنسي طب قل لي ما بعرف العربية أنت سألتني سؤال صعب بس بدي أعطيك جواب صعب كم أنت تبيل؟ ها؟ كم أنت تبيل؟ جمابيل أحمد سبيان مبالغ فرنسي حبيبي إذا تعرف أنا إلى الفرنسي انسى أهلي كاتبة متى صممت؟ 1916 أو 24 1900 وإيش؟ 16 أو 24 طب وين؟ على ما أظن بمصر شو اسمها؟ أنا كاتب والله نسيت شو اسمها بعرفش هلا مبدئيا ولا إشي صح مبدئيا الا مصر حكيت انت مصر هاي مصر يعني صح بس انت يعني ولا إشي حكيت بالسؤال صح بالله عليك يا اسئله السلام عليكم ما حدا عارف جواب سؤال اليوم لكن انت ممكن تعرف الجواب بكل بساطه جوجلها وشارك اجابتك بتعليق على الفيديو في صفحة عمان تي في على الفيسبوك عشان تدخل السحب على جوائز جوجلها القيمه